السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرجو منكم الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. حقق المنتخب الوطني المغربي صعودا تاريخيا في التصنيف العالمي للمنتخبات بعد إنجازه بالتأهل لربع نهائي كأس العالم قطر 2022 للمرة الأولى في تاريخه. وحسب موقع فوتبول رانكينج المختص في رصد آخر تصنيفات المنتخبات العالمية بشكل مستمر، فإن أسود الأطلس ستحقق صعودا صاروخيا في التصنيف الشهري للمنتخبات الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعد ظهوره اللافت في نهائيات كأس العالم قطر 2022. ووفقا لحسابات الموقع ذاته، فإن المغرب سيصعد للمركز 16 عالميا بعد نتائجها المميزة في المسابقة العالمية، حيث سترفع رصيدها من النقاط في ترتيب الفيفا لام 1622.86 نقطة بعد أن جمعت 75.22 نقطة مقارنة بآخرة تحديث. ويملك المنتخب المغربي فرصة الدخول في نادي العشر الأوائل في حال تجازوه عقب المنتخب البرتغالي السبت المقبل وبلوغ المربع الرنبع الذهبي من مونديال قطر، علما أن هذا التصنيف المؤقت يتغير حسب نتائج المنتخبات. وحافظ المنتخب البرازيلي على صدارات الترتيب العالمي، فيما صعدت الأرجنتين للوصافة وتراجعت كل من بلجيكا للمركز الثالث وفرنسا للمركز الخامس، بينما صعدت إنجلترا للمركز الرابع وهولندا للمركز السادس. يشار إلى أن هذا الترتيب العالمي المؤقت يتغير بعد نهاية كل مباراة طبقا لنتائج المنتخبات المشاركة في منافسات كأس العالم، على أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم الترتيب الرسمي النهائي بعد نهاية المونديال. وستستأنف منافسات كأس العالم بإجراء الدور ربع النهائي، حيث ينازل المنتخب البرازيلي نظيره الكرواتي الجمعة المقبلة بداية من الساعة 4 عصرا، فيما يصطدم المنتخبان الأرجنتيني والهولندي في اليوم ذاته بداية من الساعة 8 مساء. ويتواصل الدور ذاته السبت المقبل بمواجهة المنتخب الوطني المغربي لنظيره البرتغالي بداية من الساعة 4 عصرا على أرضية ملعب الثمامة، على أن يختتم الدور الربع النهائي بصدام كلاسيكي بين إنجلترا وفرنسا في 8 مساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرجو منكم الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. حقق المنتخب الوطني المغربي صعودا تاريخيا في التصنيف العالمي للمنتخبات بعد إنجازه بالتأهل لربع نهائي كأس العالم قطر 2022 للمرة الأولى في تاريخه. وحسب موقع فوتبول رانكينج المختص في رصد آخر تصنيفات المنتخبات العالمية بشكل مستمر، فإن أسود الأطلس ستحقق صعودا صاروخيا في التصنيف الشهري للمنتخبات الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعد ظهوره اللافت في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
ووفقا لحسابات الموقع ذاته، فإن المغرب سيصعد للمركز 16 عالميا بعد نتائجها المميزة في المسابقة العالمية، حيث سترفع رصيدها من النقاط في ترتيب الفيفا لام 1622.86 نقطة بعد أن جمعت 75.22 نقطة مقارنة بآخرة تحديث. ويملك المنتخب المغربي فرصة الدخول في نادي العشر الأوائل في حال تجازوه عقب المنتخب البرتغالي السبت المقبل، وبلوغ المربع الرنبع الذهبي من مونديال قطر، علما أن هذا التصنيف المؤقت يتغير حسب نتائج المنتخبات. وحافظ المنتخب البرازيلي على صدارات الترتيب العالمي، فيما صعدت الأرجنتين للوصافة وتراجعت كل من بلجيكا للمركز الثالث وفرنسا للمركز الخامس، بينما صعدت إنجلترا للمركز الرابع وهولندا للمركز السادس. يشار إلى أن هذا الترتيب العالمي المؤقت يتغير بعد نهاية كل مباراة طبقا لنتائج المنتخبات المشاركة في منافسات كأس العالم، على أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم الترتيب الرسمي النهائي بعد نهاية المونديال. وستستأنف منافسات كأس العالم بإجراء الدور ربع النهائي، حيث ينازل المنتخب البرازيلي نظيره الكرواتية الجمعة المقبلة بداية من الساعة 4 عصرا، فيما يصطدم المنتخبان الأرجنتيني والهولندي في اليوم ذاته بداية من الساعة 8 مساء. ويتواصل الدور ذاته السبت المقبل بمواجهة المنتخب الوطني المغربي لنظيره البرتغالي بداية من الساعة 4 عصرا على أرضية ملعب الثمامة، على أن يختتم الدور الربع النهائي بصدام كلاسيكي بين إنجلترا وفرنسا في 8 مساء.